أولاد غير شرعيين لأمراء وملوك ما تعرفوش بيهم. الحياة الشخصية للعائلات الملكية دايماً بتكون مصدر اهتمام وفضول سواء على المستوى المحلي أو العالمي، فطبيعي لو سمعت إن ملك أو أمير أو حتى رئيس دولة عنده ابن ولا بنت من علاقة غير شرعية ورفض الاعتراف بيه، هتلاقي نفسك بتكتشف فصل جديد من الدراما الملكية. والموضوع ده حصل مع كتير من الملوك والأمراء اللي أنكروا العلاقات دي، وفي اللي اعترفوا بيها بس بعد فوات الأوان. تعالوا نعرف النهاردة مين من الملوك اللي عندهم أولاد غير شرعيين. الأمير تشارلز على مدار سنين طويلة قالت تقارير كتير إن الأميرة تشارلز عنده أطفال خارج إطار الزواج، ولاد غير شرعيين يعني. الأول اسمه جيسون جينكز، وقالوا إن ده ابنه من الملازمة البحرية الكندية السابقة جانيت. الملازمة دي في وقت من الأوقات كانت بتقول إنها كانت على علاقة مع الأميرة تشارلز في الوقت اللي كان متجوز فيه من الأميرة ديانا. الكلام ده صرحت بيه جانيت لصحيفة ذا جلوب، وقالت إنها خلفت ابنهم جيسون بعد 9 شهور بالظبط من أول لقاء جمع ما بينهم، ودلوقتي بقى عنده 34 سنة. أما الطفل الثاني اللي بيتقال إنه ابن الأمير تشارلز برضه هو سيمون دورانتي داي، وهو رجل أسترالي، واللي قالوا وقتها إنه ثمرت علاقة غير شرعية، وكانوا بيخمنوا إنه ابن الأمير تشارلز وكاميلا دوكا كورونال. صحيفة دورانت داي قالوا إن سيمون اتولد قبل جواز تشارلز من الأميرة ديانا، وده لأن كتير شافوا تشارلز وكاميلا سوا في سنة 1965، واختفت كاميلا لمدة 9 شهور تقريبا بعد كده. سيمون قال لصحيفة نيو ايديا في حوار صحفي معاهم: أعلم إن قصتي تبدو غير معقولة، لكن كل ما أقوله قابل للفحص، إذا كنت لا تصدقه فتحقق منه. وكمل كلامه وقال: أنا مجرد رجل يبحث عن والدي البيولوجيين، وكل طريق يقودني للعودة إلى كاميلا وتشارلز. أنا لا أفعل هذا من أجل المال أو للحصول على لقب، أريد ببساطة أن أعرف من هم والدي. لكن الأميرة تشارلز وكاميلا ما علقوش ولا مرة على الموضوع ده، وما حدش عارف لحد النهاردة حقيقة الأولاد دي إيه. ملك بلجيكا ليوبولد الثالث في كتاب الدراما في البيت الملك البلجيكي قال الكاتب إن الملك ليوبولد الثالث والد ألبرت الثاني كان عنده بنت غير شرعية. الكتاب ده بيحكي إن مرات ليوبولد ماتت في حادثة عربية سنة 1935، وبعدها ليوبولد بدأ علاقته مع ليزلولت لاندك واللي خلفت لبنت اسمها إنجبروش فردان. وبالرغم من إن ما حصلش أي تأكيد على المعلومات دي ولا مرة، إلا إن الكتاب قال كمان إن الملك ليوبولد كان عنده طفل تاني غير شرعي، وده حصل في الفترة ما بين 1954 ل 1955، وده بعد رجوع العائلة البلجيكية المالكة لوطنها من سويسرا بعد الحرب العالمية الثالثة. دوك بارما الأمير كارلوس. الأمير كارلوس دوك بارما أحد أفراد العائلة المالكة الهولندية ورئيس أسرة بوربون بارما. الأمير ده عنده ابن خارج إطار الجواز. الابن ده اتولد في سنة 1997 من السيدة بريجيت كلينسترا، وده كان قبل جوازه من الأميرة أميري. الابن ده اسمه كارلوس هوغو رودريك سيبرين كلينسترا، وفي سنة 2015 لما بقى كارلوس عنده 18 سنة قدم التماس للمحكمة لتبني لقب والده وتسميته أمير، وصدر حكم قضائي سنة 2016 بمنح كلينسترا لقب صاحب السمو الملكي الأمير كارلوس هوغو رودريك سيبرين من بوربون بارما. وبالرغم من ده كله هو ما بقاش عضو في العائلة المالكة أو مؤهل لوراثة العرش أمير هولندا برنارد. الأمير الهولندي برنارد والد الملكة بياتريكس السابقة عنده طفلين غير شرعيين خلفهم وقت جوازه من الملكة جوليانا. البنت الأولى اسمها أليكسايا غراندا ليجون، وهي بنت من عاشقته هيلين غريندا اللي كانت بتعيش في شقة باريسية فاخرة. والبنت التانية اسمها إليسيا فون بيلفيلد، واتولدت من أم أمريكية، واعترف الأمير برنارد بأن ولدها قبل كم شهر من وفاته. الأمير جورج هو الأخ الأصغر للملك إدوارد الثامن وجورج السادس وعم الملكة إليزابيث. الأمير جورج كان ملقب بأمير الحفلات طول حياته، وكان بيتقال إن الأمير جورج كان ليه علاقات كتير مع ستات كتير، وكان سمعته وحشة بسبب فضايحه. واتقال في فترة من الفترات إن دوكانت كان أب لطفلين غير شرعيين اتولدت الأولى وهي رين موكروكوديل من المؤلفة باربا كرانتلاند سنة 1929، واشتهرت رين بإنها مرات أبو الليدي ديانا أميرة ويلز.
أما ابنة الثاني وهو مايكل تامبل كامفيلد اللي خلفه من سيدة أمريكية وهي كيكي بريستون سنة 1926 بعد علاقة غرامية طويلة وخطيرة. وأكد كل من شقوق الأمير جورج إدوارد دوك ونوتسور ولورا دوكا مالبورو إنهم مصدقين أبوته له الكابتن مارك فليبس. الكابتن مارك فليبس هو جوز بنت الملكة البريطانية إليزابيث الأميرة آن وخلف منها بنت غير شرعية سنة 1985. اتولدت فليستي من أستاذة الفنون النيوزلندية هيزر تونكن. وفي سنة 1991 تم تأكيد أن فليبس هو والد فليستي بعد دعوة أبوه، وبعدها بسنة واحدة حصل الطلاق ما بينه وما بين الأميرة. ألبرت الثاني أمير موناكو. قبل ما يتجوز أمير موناكو ألبرت من البطلة الأولمبية تشارلين ويتستوك ويخلفه توأم كان عنده أولاد غير شرعيين. الأولى بنته وهي جاسمين كريس جريمالانتي اتولدت من واحدة أمريكية سنة 1992. وبعد ما سقطت قضية ضده لإثبات الأبوة في كاليفورنيا أكد الأمير ألبرت من خلال بيان أنه والد جاسمين سنة 2006، ومن الوقت ده دعا جاسمين عشان تعيش وتدرس في موناكو رغم أنها ما بتمتلكش حقوق ملكية أو مكان في ولاية العهد. وتم تأكيد أبوه الطفل تاني لألبرت وهو إلكسندر كوست، وقالت والدة إلكسندر اللي كانت بتشتغل مضيفة طيران سابقة إن كان بيوصل لها بدل وإقامة بعد ولادة طفلها. وبالفعل أكد الأمير ألبرت إنه والد إلكسندر سنة 2005.